يا عم الحق يا عم الحق. وطبعا كل اللي بتابعنا على اليوتيوب او اللي لسه ما اشتركت في القناه يشترك ويعمل لايكات وتفعيل الجرس. يا عم الحق عايز اقول لك حاجه مهمه جدا يا جماعه، كل شخص والله اقسم بالله كل الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي لو عملته عملي اقسم بالله هتلاقي حياتك حلوه مع الشخص اللي انت بتتعامل معاه او مع الشخص اللي انت لسه هتتعامل معاه. هي كلمة واحدة او اقول لكم ايه هي؟ خلي عندك فن رد، فن في الرد وفن في الاسلوب والتعامل والاحترام. انت لو ما عندك فن رد ما تعرفش ترد هتبقى مصيبة بالنسبة لك. انت لو ما عندك فن في الاسلوب فن في الاحترام هتبقى مشكلة بالنسبة لك، لان احيانا في ناس بترد رد مش كويس. لا، خلي عندك فن في الرد، اللي قال لك السلام عليكم ولا عليكم السلام، اللي ابتسم لك ابتسم له، اللي عاملك حلو عامله حلو. اوعى تخلي ردك ثابت او ردك يكون واحد، لا، خلي عندك فن في الرد. اعرف ازاي ترد واعرف ازاي تتعامل ويبقى عندك اسلوب واخلاق. مش كل حاجه تخلي اسلوبك يكون سيء، مش كل حاجه تخلي ردك مش كويسه او تخلي حاجه ثابته، لا، لازم تغير. لو شخص محترم اهلا وسهلا، لو شخص مش بيحترمك عامل معاملته. يعني انا كعزوز واحد من الناس بيعاملني معامله مش كويسه انا بتعامل معاملته، واحد من الناس بيقول ازيك يا عزوز ويضحك لي ويبتسم لي انا بضحك له وابتسم له، واحد من الناس بيعاملني باحترام فانا بتعامل معاه باحترام. لازم تخرج